للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ولاية أيوا الأمريكية سيد نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. أهلا بك سيد نعمان. تحياتي. أبدأ مع حضرتك بالأحاديث الممتدة والمتواصلة حول صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن. هل خفتت حدة الحديث عن صحة جو بايدن في الفترة الأخيرة أم أنه لا يزال الحديث مستمر بشأن صحته وقدرته على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية إذا قدر له الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ الحديث في بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكك حتى أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس هو نفسه الذي نشاهده ونتابعه على الشاشات. نعم، رأينا أن الرئيس أداء الرئيس في المناظرة مع الرئيس ترامب الشهر الماضي كانت ضعيفة جدا، وأثر ذلك يعني على الداعمين للرئيس بايدن في الحزب الديمقراطي، فهناك أكثر من 35 مندوب الآن في الكونغرس يطالبون بتنحي الرئيس، وهناك أيضا يعني قيادات في الحزب الديمقراطي كالرئيس السابق باراك أوباما ونانسي بيلوسي وغيرهم من القيادات تطلب من الرئيس التنحي، لأن يعني أداؤه كان ضعيف جدا، وهذا سيؤثر على حظوظه في النجاح وحظوظ الحزب الديمقراطي أيضا في النجاح. نعم، قبل أن تنضم إلينا حضرتك أشرت طبقا لبعض التقارير الإخبارية أنه ترامب استغل الحادث الذي تعرض له أفضل استغلال، وبعض التقارير تتحدث على أنه شعبيته زادت بشكل لافت للنظر، مما يؤشر إلى أنه حظوظه باتت أقوى بكثير مما سبق في الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا خاضها أمامه جو بايدن. هل هذا صحيح؟ نعم، يعني من الطبيعي ان يكون يعني شعبيته تزداد بعد مؤتمر الحزب، وهذا شيء طبيعي. ايضا شعبيه الديمقراطيين ستزداد بعد المؤتمر الديمقراطي في الشهر القادم. ان الديمقراطيون سيركزون على الامور التي تهم الشعب الامريكي مثل الضمان الصحي، حقوق المراه، ويعني تسلط الاضواء على الفرق بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري الذي يريد الغاء الضرائب على يعني الاغنياء في امريكا وتاخذ هذه الاموال من الفقراء. ان يعني الحزب الديمقراطي هو حزب الفقراء في امريكا، وسيركز انه سيعمل لمصالحهم في حقوقهم في المجتمع الامريكي، وهذا يعني شيء سيعيد الاضواء الى مبادئ الحزب الديمقراطي. ولكن الرئيس بايدن هو الذي يعني الان العقبه في الى حد كبير في هذا الامور، الآن تجري يعني هو طلب من المندوبين للمؤتمر الديمقراطي ان يصوتوا بشكل استسباقي. طيب، الاسبوع. ولكن سيد نعمان، اذا نجح الحزب الديمقراطي في حملته المرتقبه بتسويق كل هذه البرامج وكسب تأييد في الشارع الأمريكي له، هل تعتقد أنه هذا الأمر سينسي الناخب الأمريكي المشكلة الأولى وهي مرتبطة بالمرحلة العمرية التي يعيشها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفضلا عن قدرته بغض النظر عن سنه أو عمره، قدرته على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني صراحة الرئيس بايدن لديه كل الأوراق الآن، فهو لديه الأموال للحملة الانتخابية ولديه ترشيح 50 ولاية، فهو الشخص الوحيد الذي قادر على التنحي. وما على الديمقراطيين وأنا واحد منهم نطلب منه أن يتنحى، لأنه غير يعني قادر أن يجابه بلدوزر قوي كرئيس ترامب. طيب سريعا سيد نعمان، من يعني يخلف بايدن اذا تنحى؟ من المرشح؟ البعض يعني تحدث عن شخصيه من عائله كينيدي، هل هذا صحيح؟ لا اظن ذلك، ان المرشحين سيكونوا بعض المرشحين الذين رشحوا انفسهم من قبل 4 سنوات ومرشحين جدد ايضا، بالاضافه الى نائبه الرئيس كمالا هيرس. ان هؤلاء الاشخاص يعني قيادات في الولايات المتأرجحة
ك يعني حاكمة ولاية ميشيغان أو حاكم ولاية بنسلفانيا أو حاكم ولاية كاليفورنيا. فهؤلاء الأشخاص يعني أثبتوا وجودهم خاصة الولايات المتأرجحة أنهم يستطيعوا أن يستقطبوا نعم الديمقراطيين للذهاب وانتخابهم، عظيم، وهذا ما يريد ويحتاجه الحزب الديمقراطي في هذا الوقت. أشكرك شكرا جزيلا سيد نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، متحدثا إلينا على الهواء مباشرة من ولاية أيوا الأمريكية.